شباب قسنطينة دخل هذه المباراة بقوة وحاول منذ الدقائق الأولى الوصول إلى شباك الزوار عن طريق بزاز وبول مدايس، لكن من دون تركيز. بزاز دائما وراء الكرات الخطيرة، وبول مدايس يخلط بين السرعة والتسرع. كرة أخرى سانحة وراءها بزاز، ودراج يفتح هنا لكن تنتهي في إحضان قاسم. دراج بعد ذلك على الجهة اليسرى، لكن الكرة لم تجد من يحولها إلى الشبك. آخر محاولة في هذا الشوط كانت عن طريق دراج ورأسية بوشريت في أيدي قاسم. 0-0 كانت نتيجة الشوط الأول. المرحلة الثانية كانت مرحلة التهديف والتسديد، والبداية كانت بتسديدة بزاز هذه، ثم بول مدايس برأسية محكمة أمام الشباك لكنه يخطئ التصويب. نلعب الدقيقة 62، بزاز في عمل فردي يقدم كرة على طبق للمدافع معيزة عادل، هذا الأخير يفتح مجال التهديف. الفرصة الوحيدة لأبناء يما غوريا جاءت في الدقيقة 85، وجاء على إثرها الهدف الوحيد عن طريق بالغربي، هدف كان قاتل بالنسبة للمحليين. ونقطة ثمينة يعود بها عناصر مولوديت جاية إلى الديار.